العلاقه مع كارلوس كروش بعد رحيله من تدريب منتخب مصر هي علاقه جيده ولا علاقه اتقفلت بلا رجعه؟ كارلوس كروش انا على المستوى الشخصي علاقتي بيه جيده جدا، انت عارف ان انا قعدت معاه فتره البطوله الافريقيه كامله، والعلاقه طيبه جدا جدا وطيبه مع مجلس الاداره، والراجل يعني على تواصل وبيشكر مجلس الاداره على الفتره اللي قضاها، لكن العلاقه جيده جدا وانسان المدرب كويس جدا على مستوى عالي، انا عشرته شخصيا يعني. وارد ان احنا نشوفه مره اخرى في اي منصب في الكره المصريه في المستقبل؟ والله يعني الراجل يعني قيمه وقامه كبيره، ولكن احنا حاليا في توقيتنا دلوقتي احنا عندنا كابتن ايهاب جلال.